منطقة القاهرة تحقق في احتجاج الغابة ضد لاعب المقاولين العرب. كان في مشكلة في مباراة 2005 الغابة والمقاولين العرب، مواليد 2005، كان نادي الغابة قدم احتجاج رسمي لمنطقة القاهرة 2005 بسبب ان في لاعب اسمه ابراهيم فتح الله سعد، يعني هم شاكين في عمره ان هو ممكن يكون سنه كبير او في تزوير. الشهير بابراهيم الونش هو ابراهيم فتح الله سعد. فاكيد هيكون معانا دلوقتي على الهاتف الاستاذ احمد محفوظ عضو مجلس اداره منطقه القاهره عشان نتكلم عن الواقعه دي. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك في الاهلي المنورين دايما. ربنا يخليك. انا في البدايه بس عايز اشيد بمنطقه القاهره، ما شاء الله عامله شغل هايل جدا، كل القائمين وكل المسؤولين وكل وعلى راسهم طبعا يعني كابتن حماده الشربيني عاملين شغل مميز ما شاء الله في منطقه القاهره. طبعا بنشكر حضرتك على اللفته دي، ودي احنا بنعتبر ده واجب علينا ودي رسالتنا. احنا بنكمل الرساله اللي بيعملها اتحاد الكوره، بتعملها الانديه الكبيره ومش مجامله، واللي في مصفها دايما النادي الاهلي، ان احنا مش بنخدم اللعبه بس، احنا بنخدم اللعبه واللاعب والمدرب، وبنخدم كل من يتعامل مع صناعه كره القدم. ولسه طبعا حضرتك احنا عاملين دوره للمدربين، دوره للمدربين البراعم، تمام، والطريق اللي جاي ان شاء الله حاجات احسن. تمام، كلمنا بقى عن المشكله اللي حصلت ما بين نادي الغابه والمقاولين العرب وتقدم نادي الغابه بشكوى ضد لاعب من المقاولين العرب مواليد 2005. بص يا كابتن، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، دي مش الشكوى الاولى ولن تكون الاخيره لمثل هذه الوقائع، لان احنا عندنا سابقه في مثل هذه التزويرات اللي هو بيقولوا عليها. هي بتتمثل في الاتي يا كابتن، ان الورق بيروح صحيح مثلا باسم احمد، تمام، وبعدين بيشيلوا صوره احمد ويحطوا صوره ابراهيم، تمام. فاحنا غذينا السيستم دلوقتي ان احنا لما بنجيب صوره اللعيب اللي هو اشترك باسمه الحقيقي بس الصوره مختلفه، بنحطها على السيستم بيطلع لنا اختلاف بين الصورتين، ده اللي المنطقه عملته، تمام. لكن من خلال التحيات احنا قبل كده لغينا نتائج مطوشه زي هليوبلس وشمال القاهره، والواقع اللي حضرتك بتتكلم فيها الشؤون القانونيه حققت فيها، ورحنا جبنا بيان من الاداره التعليميه بالبحيره، لان ابراهيم الونش او ابراهيم فتح الله سعد ده من البحيره، تمام. احنا فعلا رحنا جبنا من المنطقه التعليميه، والقرار ان شاء الله هيتخذ النهارده او بكره بالكثير. مش عايز اسبق الاحداث او اقول حاجه موجوده في التحيات، لكن احنا بنقوم بكل المهام وما بنجاملش حد. وقبل كده الواقعه لغينا نتيجه المباراه ما بين اليوبلس وشمال القاهره، والواقعه دي ان شاء الله اول ما تخلص نتخذ فيها طبقا للوائح على طول. اكيد هيكون لينا اتصال برضو مع حضرتك تاني عشان نتابع الموضوع ده، دي قضيه مهمه جدا، يعني موضوع التزوير والتسنيد دي حاجه مهمه جدا. يعني لو احنا بنتكلم في 2005 13 سنه و14 سنه و15 سنه، يعني ممكن يكون الولد القوه والسرعه اكتملت شويه، لكن بنعاني منها بقى اكتر في البراعم وفي مدرسه الكوره، يعني مواليد 2007 و2010 و2011. يعني هل بيكون في المباريات دي بيكون في مسؤولين من منطقه القاهره بتتابع بقى بالعين لو في ولد ممكن كبير في السن او كده ممكن يتم استبعاده مباشره على طول؟ يا كابتن، يمكن التجاؤل للحيله دي، لان احنا كل ماذا بنضيق الخناق على موضوع التزوير او موضوع التسنين، تمام. موظفين لجان كلها منطقه القرى بتبقى موجوده. انا عايز اقول لحضرتك احنا فعلا بنعمل اللي حضرتك قلته ده، ان احنا بنتفرج على مناقشه البراعم، لما بنلاقي لاعب صحيح 100% بس جسمه فارد على ان هو برعم، بنخرم له الكارنيه بحيث ان هو يطلع 2005 يلعب، ما يلعبش مع البراعم، حفاظا عليه وحفاظا على زمايله عشان ما يحصلش الاصابه. ده فعلا بيحصل من منطقه القاهره. تمام. استاذ احمد محفوظ عضو مجلس اداره منطقه القاهره، شكرا جزيلا لك.